هذا الفيديو راح نسوي أول تطبيق للغة بايثون مع المايكرو كنترولر. عندي هنا في الملف اللي هو تيستون، عندي ملف واحد داخله الداتا شيت حق المايكرو كنترولر اللي راح نستخدمه اللي هو بيك 18F4550. نقدر نستخدم أي مايكرو كنترولر ثاني، ولكن أنا اخترت هذا المتحكم. عندي هنا الفولدر الثاني اللي فيه السيركت، قلنا راح نعتمد على تطبيقاتنا في برنامج المحاكاة بروتيوس. لو اجي افتح الدائرة، طبعا في البداية راح نسوي كل شيء من الصفر، يعني هذه الدائرة راح نبدأ فيها، وبعدين راح نبني عليها بقية التطبيقات أو المشاريع اللي راح نسويها. فعندي لو تلاحظون يعني دائرة بسيطة فيها مايكرو كنترولر وسيريال انترفيس، وعندي شاشة LCD وثلاث أزرار، وعندي ثلاث ليدات. هذه الدائرة عندي، قلنا المتحكم راح يكون بيك 18F4550. طبعا تكلمنا عن كل هذه العناصر، كيف نقدر نجيبه ونستفيد منه ونستخدمه في الدروس السابقة. ما نضيع وقت ونبدأ في كتابة الكود. طبعا هنا عندي زي ما تشوفون الدائرة ما فيها شيء، راح نبني الكود الفيرمور حق المايكرو كنترولر بلغة المايكرو سي بالسي، الكمبايلر طبعا مايكرو سي، وراح نسوي تطبيق بالبايثون عشان نسوي انترفيس للبروجكت. هنا لو تلاحظون عندي بوتن 1 موصل عندي بوتن 1 بالدي 3، والزر اللي بعده بالدي 4، والثالث الدي 5. واللدات عند اللد الاول موصل دي 0، اللد الثاني بالدي 1، اللد الثالث دي 2. هذه التوصيلات راح تكون زي ما هي، ما راح نغير عليها. اذا اضفنا عناصر راح نوصلها على على الاقطاب اللي ما استخدمناها. طبعا على البورت بي وصلت فيه ال LCD، شاشة ال LCD. هنا عندي اللي هو منفذ ال RS232، وصلت ال TX مع ال TX وال RX مع ال RX. عندي هنا اللي عندنا في هذا المتحكم ال C6 وال C7. بعدين هنا عندي عشان أراقب تبادل البيانات في برنامج المحاكاة، هذا التوصيل، هذا العنصر راح يفيدني في هذا الشيء. فنبدأ أول شيء بكود السي. نفتح برنامج المايكرو سي. سوي مشروع جديد، ستاندرد بروجكت، نختار مثلا السرعة، خلني 4 ميجا هرتز، متحكم قلنا بيكون 18F4550، نسمي الملف
كود او اي اسم، نحط الكود في تيست 1 عندي هنا. اول شيء عفوا نرجع نسوي عشان بس لا نتلخبط، لابد ان ننظم الملفات. خل الكود نجمع في ملف واحد والدائرة تكون في دائرة نفسها طبعا في السيركت. سرعة 4 ميجا هرتز ومتحكم 18F4550 نفس الاسم. نرجع نفس الفولدر، هنا عندنا الكود. next اول شيء راح اول شيء راح نسوي، راح نشغل اللدات اللي موصل عندي. قلت هنا نبدا نشغل اللدات بس عشان نسوي تيست و نبدا في بناء المشروع. اجي اول شيء اسوي تعريف طبعا عشان يسهل التعرف على العناصر الموصلة بالمتحكم. ما راح ابرمج الريجستر مباشرة واكتب مثلا بورت بي دوت دي زيرو يساوي واحد واشغل الليد، وراح يكون شوي يعني معقد لانه راح نبني اشياء كثيرة ونوصلها مع بعض ويكون عندي الكود كثير. فعشان كذا لازم نميز العناصر بالاسماء، يعني مثلا الليد واحد ما نروح نسميه عندي في الفيرموير بال بورت بي دوت دي زيرو مثلا، ما نسميه باسم البن نفسه، راح نختار اسم معين ونربطه بهذا البن. فنسوي هذه التعليمة اللي هي الاسبت. صار اول شيء نحفظ الملف، بعدين نختار اي اسم نسمي الليد 1. طبعا هذا الليد الاول، نحط الكود الليد الاول بعدين ننسخ البقيه ونعدل فيها. وين موصلينه؟ ات قلنا بيكون في الدي 0 الليد الاول، اللي هو هذا بيكون في الدي 0 هنا. فنجي نكتب التعليم بهذا الشكل ار دي 0 بعدين داش بت، هو عبارة عن بت ديجيتال اوتبوت اما 0 او 1، بعدين سامي كولوم في نهاية الامر. بعدين نكتب ثاني مرة اس بت نفس الاسم عشان نحدد الدايركشن، داش دايركشن آت. بعدين نكتب اسم البورت كامل اللي هو بيكون موجود في التريس دي البت 0 تريس دي، بس نحط رقم البت اللي هو البن 0 من في البورت دي. بعدين داش بت نيجي الحين نسوي دالة نسوي فيها التعريفات. نيجي نحط هنا دالة نسميها مثلا void config، ما فيها ولا بارامتر بس بنحط فيها التعريف، بعدين نستدعيها من المين فانكشن. اوكي بعدين اذا نجي نبي نعرف البن دي زيرو كخرج
ما يحتاج نكتب زي أول، ترس دي دوت بت 0 يساوي 0. لا، مجرد نرجع ل الدايركشن اللي ربطناه بالبن يساوي 0. اوكي، كده خلاص صار خارج عندي. بعدين في البداية نحط قيمة مبدئية للليد 1. طبعا لما نبي نتحكم بالبن نفسه، خلاص إذا حددنا الدايركشن نرجع بس نكتب اسم البن اللي سميناه، نحط اسم البن اللي كتبناه اللي هو ليد 1 في هذه الحالة يساوي 0. هذا قيمة مبدئية initial value، أول ما يبدأ البرنامج راح يكون بزيرو. بعدين نجي نستدعي هذه اللي هي عدالة التعريفات config main function، بعدين نحط ال infinite loop، بعدين نجرب led1 يساوي نعكس الحالة كل ثانية. عندي هنا خطأ، نشوف الايرور. وين الخطأ؟ يمكن خطأ في الكلمة نفسها. عرفت الخطأ، يمكن يكون في ال اي في السبيلنج نفسه، هذا حطيناه كابيتال المفروض سمول. لكن كذا ما في اي اخطاء. طب نجي نحط الفيرمر في مايكرو كنترولر، دبل كليك. طبعا هنا السرعة نحط في ميجا هرتز، نفس سرعة المتحكم اللي حطيناه في الكود. عندي في الديسكتوب تيست 1 سيركت كود، بعدين الملف اللي حطينا فيه الكود، بعدين نسوي لود للهكس دبل كليك. اوكي، لو تلاحظون عندي كل ثانية يسوي اون اوف. اوكي، نرجع الحين نسوي نص خلاص لبقية اللدات. نسوي كومنت، كنا هنا ال اي دي 1، اكتب اي كومنت بين كونكشن. هنا عندنا ال لت 2، عندنا ال لت 3، بعدين بس ننسخ هذه الأشياء، ما يحتاج. وش نكتب كومنت؟ let 2 let 3، بس هنا نعدي على الأرقام. نفس الشيء هنا، طبعا راح نرجع نعدل فيه اخطاء فوق، بس خلينا نكمل تعالى. فوق ما عدلت الارقام، هنا الادوان، هنا الليتو. اوكي، بعدين باقي الاقطاب قلنا هذا بيكون في الدي 0، هذا في الدي 1، هذا في الدي 2.
كذا ما في اي ايرور، نسوي بيلد، نرجع للمايكرو كنترولر، تلاحظون اون اوف كله شغال. طب نرجع الحين للازرار، عندي هنا بوش بوتن ثلاث، تبدأ معاي من الدي 3 الى الدي 5. نعرفها ونسوي عليها تيست. عندي بوتن 1، اوكي قلنا بيكون اول شيء نعطي اسم بوتن 1، ان يكون نفس الاسم حتى في الدايركشن، يكون يبدا من الدي، هنا وقفنا في الدي 2 دي 3، بعدين نجي نسوي الازرار الثلاثه كلها، نعدل كومنت بوتن 2 3 3 3، بوتن 2 هنا قلنا هذا بيكون في الدي 3، هذا بيكون في الدي 4، هذا بيكون في الدي 5، اوكي. بعدين ناخذ الدايركشن ونحدده هنا يساوي 1، يعني خرج يعني دخل عفوا. هنا طبعا لو تلاحظون ما حطينا قيمة مبدئية للبوتن، لأنه اوريدي الـ initial value راح يكون، يعني حطيناه على pull up resistor راح يكون على الهاي. فكيف أعرف إنه تم ضغطه؟ بمجرد إني أول ما أضغط راح يتم توصيله بالجراوند، فراح تغير عندي من اللوجيك هاي إلى اللو. لو نرجع للدائرة نفسها، هنا يعني عندي pull up resistor لكل الأزرار. فكذا الانيشال فاليو راح يكون هاي، اول ما اضغط راح يتم توصيله باللوجيك زيرو ويتغير عندي الحاله كذا. انا لازم ايش اسوي؟ اول شيء نمسح هذا الشيء، بعدين نشوف هل تم تطبيق لوجيك زيرو عندي في الازرار. اف بوتون 1 يساوي زيرو، وش نسوي؟ نشغل الليد 1 او نسوي توجل للليد 1 عشان نقدر نطفيه ونشغله في نفس الوقت. LED 1، بعدين لا ننسى الديبونس، لابد ان نحط ديلي. خليت 300 ملي سكند، كده ما راح تحصل لي مشكلة الدي بونس ويرجع يشغل يطفي الليد بسرعة عندي. فنحن نتفادى هذا الخطأ بأن نسوي ديلي. طبعا نقدر نحل هذه المشكلة هاردوير، ولكن نحن راح نعتمد على الديلي ونحل المشكلة في الكود نفسه، نفس الطريقة اللي سويناها في التطبيقات السابقة. هنا عندي اول شيء نجرب الزر الاول، في خطأ هنا نسيناه، بعد كل ستيتمنت لازم نسوي كوما. تلاحظون شغال عندي. نيجي نسوي الازرار الثانية كوبي بيست،
هنا نحط كوماند. نكتب اي شيء نتذكر وظيفة الكود، لان اذا كثرت عندنا الاوامر راح تتلخبط. نعدل طبعا، نبدأ من فوق. سو بيلد لا تلاحظون شغال عندي، اجي اكبر. ما راح نحتاج الترمل الحين، بعدين راح نستخدمه نقفله. نجرب الحين، اوكي كذا جربنا اللدات شغالة. طيب نجي نسوي ال سي دي الحين، نحط الكود حق ال سي دي. هنا عند التوصيلات في ال سي دي قلنا بنستخدم البورت بي. هنا نفس هذه التوصيلات، عندي الدي 7 حق ال LCD مع البي 2 وهكذا التوصيلات. فنيجي نختصر على نفسنا، نروح الهيلب ونشوف مكتبة ال LCD. وين ال LCD؟ ال LCD library. ننزل آخر شيء، ناخذ هذا الشيء copy paste. فوق آخر شيء نرجع للتوصيلات، عند الدي 7 مع البي 2. طبعا نبدأ بهذا الترقيم. آخر شيء عندي في آخر قطب في ال سي دي اللي هو البين دي 7 موصل مع البي 2، بعدين تدريجيا بي 3 بي 4 بي 5. هنا نبدأ ال بي 2 بي 3، سوري يا بي 3، بعدين بي 4 بي 5 بي 6. خلنا نرجع لخبط بي 2 3 4 5. اه ال enable pin 0 بي 0، نرجع ال enable pin بالبي 0 و register select حق ال LCD بال B1. two three four five. اوكي كذا خلاص نبدأ نعدل الحين. هذا طبعا نفس الترتيبات اللي موجودة هنا، نبدأ من ال register select إلى ال pin D7 حق ال LCD. فنيجي ننسخ هذه الأشياء اللي هنا موجودة، بس نعدل على الأرقام B1 بي 0 بي 5 بي 4 بي 3 اند بي 2. بعدين نرجع لنفس الاكزامبل اللي موجود عندي في المكتبة، ناخذ التعريفات. طبعا هذه الاشياء راح ياخذ مننا وقت الحين عشان نبني هذه الدائرة، بس بعدين راح نعتمد عليها ونبني ونضيف عليها العناصر اللي راح نحتاجها ان شاء الله. هنا عندي تعريف ال LCD، بعدين اسوي كلير لمحتوى ال LCD، بعدين اوقف الكرسر. خلنا نجرب نسوي بيلد في ايرور، خلنا نشوف الايرور. اي ما موجود، لازم اول شيء نروح لللايبرري مانجر ونقول للمايكرو سيل راح نستخدم ال LCD. اوكي وين ال LCD؟ هنا عندي ال LCD كذا راح الايرور. لو نجي نسوي بيلد
كده ما عندي ولا ايرور. اوكي نيجي نسوي تست لل LCD. نفترض مثلا اذا سويت توجل للليد، اجي نسوي مثلا سوري LCD out، نحط في الاندكس 1 1، نكتب text LED 1. اوكي نسوي كل ال LCD عشان لا يحصل لخبطة في كتابة الأوامر. عشان نسوي توجل لل LED 1، نسوي كل ال LCD، بعدين نكتب التكست اللي نبيه. هذا راح اسوي كوبي وبيست، هنا بيكون لل LED 2، هنا بيكون لل LED 3. build، نرجع للدائرة. run. led 1 ما اشتغل ولا جاي، اشتغل led بس ما وين. ايوه عرفت الخطأ. لو نرجع لل، تلاحظون عندي في ال عندي في ال بورت بي اقطاب، يعني البن عنده وظائف ثانوية، يعني اقدر استخدمه كديجيتال، اقدر استخدمه كانت اكسترنال انتربت، اقدر استخدمه ك للدخل لل اس بي اي بروتوكول، اس بي اي اس دي اي، ايضا SDA اللي هو لل اي سكوير سي بروتوكول اي تو سي، واقدر استخدم انالوج. فلازم نحن نعلم الماك كنترولر انه راح نستخدمه كديجيتال. هو الاغلب ان معظم هذه الاشياء الثانيه اللي زي الانترب طبعا راح نتحكم فيه عن طريق الريجستر، انترب ريجستر، اما البقيه ديجيتال ما يحتاج، اللي هي الاس دي اي والاس دي اي، لكن الاشكاليه راح تكون في الانالوج. فعشان كذا لابد ان نروح للريجستر حق الانالوج ونعلم انه راح نستخدم هذا البن كديجيتال. ف نروح للمسجل، طبعا مسجل اللي هو الانالوج في البيك مايك كنترول اللي هو ال ADC ON1. نفتح الداتا شيت، نيجي نسوي سيرش. الأفضل أن ننزل آخر شيء في الاندكس لأن تكون يكون فيها معظم أو جميع الأشياء اللي نحتاجها. هنا بعدين كنترول اف فايند، اكتب المسجل اللي تبغاه، قلنا ADC ON1 هذا هو. هذا راح يحدد لي، طبعا هذا الزيرو. ننزل تحت للريجستر اللي بعده اللي هو هذا هات كوم 1، هذا راح يكون عندي 4 بتات اقدر من خلال ان اتحكم في جميع اقطاب الانالوج كديجيتال او انالوج او ميكس. هذا اقدر احدد الفولتج ريفرنس. طبعا تكلمنا عن هذه الاشياء في دروس الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، ولكن قلنا في البدايه او في هذا الفيديو راح نبني الاشياء يعني من البدايه، بعدين ما راح نعيد هذه الاشياء، بس عشان اللي ما فهم هذه المواضيع يفهم الحين ان شاء الله. فانا اجي هنا راح اخلي راح احدد الاقطاب حق الانالوج اللي انا راح استخدمها. في هذه الحاله نحن يعني نفترض كم انالوج راح نستخدم في البن،
مثلا قلنا بنستخدم من الانالوج 0 الى الانالوج 6، فمن الانالوج 0 هنا عندي الى الانالوج 6 هنا، فرح نكتب هذا الامر، هذه البتات لازم نكتبها. طبعا هذه البتات راح تكون عندي في ال اس بي، طبعا هو عندي بايت ريجستر، اوكي، اول شيء كنترول ريجستر عباره عن اربع بتات، بعدين اخر اربع بتات الكونفيجريشن حق البن نفسه، اوكي، فاخر اربع بتات راح احطها بهذا الشكل، اما البقيه راح اخليها بالديفولت فاليو، نحطها زيرو اللي هي فولتج ريفرنس وغيره، ما يهمنا في هذا التطبيق، اوكي، راح نستخدم انترنال فولتج ريفرنس. طبعا احنا ما راح نستخدم الحين الانالوج، ولكن فمن الحين البرمجة عشان بعدين لا يحصل عندي اشكاليه في البنات، لان قلنا في بنات كثيره عندي في المايكرو كنترول عنده وظائف ثانويه اللي هي الانالوج، راح يسوي لي اشكاليه لو بستخدمه كديجيتال، فنحن نتفادى هذه المشكله باننا من البدايه نحدد البنات اللي راح نستخدمها كانالوج. فنجي هنا طبعا نحط كل الكونفيجريشن في ملف واحد او في فانكشن واحد، عندي هنا قلنا بنستخدم من الانالوج 0 تو انالوج 6 قلنا المسجل اسمه اللي هو ADC or N1، نحط قلنا أربع أول أربع بتات نخليها ديفولت زيرو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، بعدين قلنا الأمر اللي هو راح نخلي من الأنالوج زيرو تو أنالوج سكس بين أز أنالوج، يعني واحد وثلاث أصفار، أوكي. بعدين لا ننسى أن أيضا في المتحكم عندنا اللي هو الكمبيرتر، راح نقفل الكمبيرتر اللي هو المقارن الأنالوج، أحيانا برضو يسبب لي إشكالية في البنات اللي فيها الأنالوج كمبيرتر، فأنا وش راح أسوي؟ راح أطفي المسجل، طبعا هنا عندي هذا البن في هذا الشيء اللي هو الانالوج كومبيرتر، فلو نجي عندي هنا نبحث عن مسجل اسمه CMCON اللي هو الكومبيرتر موديل، ايضا نفس الاسم C1Out، وعندي ايضا مقارن تشابه اثنين انالوج كومبيرتر 2، لو نرجع هنا هذا طبعا الاول C1 out، عند الثاني هنا، فنحن نريح نفسنا وش نطفي، طبعا هنا عندي هذا الرجس اللي اتحكم فيه الانالوج كومبيرتر، لو تلاحظون هنا عندي البت البت 7 والبت 6 للانالوج كومبيرتر 1 اند 2، طبعا بقيه البتات عشان نتحكم في نمط الكومبيرتر، نحن وش راح نسوي؟ راح نطفيه، راح نجي نكتب اسم المسجل نسوي كوبي بيست،
نيجي كده نسوي بيلد ونشوف عندنا سنة ما طفينا الدار، نسوي ريستارت، نجي نشغل من جديد. تلاحظون عندي طلع عندي التكست let to let 3 1 2 3 اوكي. فكذا سوينا تيست للدات والبوتن والال سي دي. باقي عندي السيريال يو ار تي، سيريال كوميونيكيشن. طبعا لو نجي نشوف نرجع للمكتبة حق المايكرو سي، عندي يو ار تي لايبرري فيها اكزامبل. نجي نبحث نشوف ننزل تحت هنا اخر شيء عندي هنا مثال، جربنا هذا المثال في تطبيقات سابقة اللي هو راح استخدم في الانفينيت لوب. عندي هذه التعليمة اللي هي اذا كان عندي بيانات في البفر وش راح اسوي، راح اقرأ هذه البيانات ومن ثم راح اعرضها. فنقدر نستخدم هذه الطريقة في الانفينيت لوب عندي، ولكن نحن راح نستخدم تطبيقات تتطلب استجابة في الريل تايم سيستم. يعني لابد ان يكون عندي استجابة سريعة لتبادل البيانات في السيريال عندي. فنحن ممكن اذا كان عندنا تطبيق بسيط سهل نقدر نستخدم هذا الشيء، يعني ما في اشكالية. ولكن لو تلاحظون عندي كل شيء في الانفينيت لوب، يعني تخيل انا بسوي تعليمات ثانيه فكذا راح افقد بعض البيانات عندي في السيريال بفر. فلا بد ان يكون عندي طريقه ثانيه بحيث ان اقدر استخدم الانتربت بحيث انه يسمح لي انه اي بيانات اذا جت حتى لو كان المايكرو كنترول مشغول فاقدر ان يعني اقدر اسوي بروسس في الانتربت هاندلر او في يعني داله ثانيه. هذه الداله الثانيه اذا كان يعني المايك كنترول مشغول في يعني في تعليمه معينه فيقدر يسوي هذا البروسيس في الباك جراوند. اوكي، فطبعا بهذه الطريقه ما راح يصلح هذا الكلام، ما راح نقدر يعني نسوي هذا الكلام، لان هذا راح يعتمد على يعني راح يتم يعني التشيك على البفر بطريق يعني باستمرار في الانفينيت لوب. فأنا ما أقدر كذا، راح أكون يعني محصور في هذا الشيء، ما راح أقدر أسوي أشياء ثانية. فنحن راح نسوي الـ UART interrupt، فكذا أنا راح أريح نفسي أقدر أسوي أي تعليم عندي في الـ main loop حق البرنامج، وإذا جت تعليمات أو يعني جتني بيانات في الـ serial buffer راح يتم معالجتها في دالة مستقلة عن الـ main function تماما. طبعا استخدمنا هذه الطريقة في الواي فاي موجل، ولكن زي ما قلت هنا راح نبني هذه راح نسوي هذا الكلام من الصفر، نبرمج الريجستر وكل شيء عشان لأن في ناس ما فهموا هذه الطريقة. والشيء الثاني المهم ان نحن ما سويناه في الـ 8 بت مايكرو كنترولر اللي هو البيك 8 بت، استخدمناه في البيك 32 بت اللي هو 32 بت في درس الويب ديفلوبمنت، لان استخدمنا فيه البيك 32 بت. ولكن هنا في الاغلب المتابعين يستخدمون ال 8 بت مايكرو كنترولر. فعندي في المتحكم اللي هو ال 8 بت بيك مايكرو كنترولر ما استخدمت اللي هي طريقة الانتربت في الفيديوهات عندي. فان شاء الله راح نسوي عندي في هذا الفيديو راح تفيدنا كثير جدا في تطبيقات كثيره، تطبيقات اللي راح يكون عندي يعني بيانات كثيره لابد ان استخدم هذه الطريقه عشان اضمن ان تبادل البيانات عندي بالسيريال بالشكل الصحيح. فهذا الكلام قلنا ما راح يصلح، الاكزامبل اللي موجود عندي في المايكرو مايكرو سي لايبرري
هذا ما راح يفيدني في تطبيقات متقدمة. فنيجي هنا، وش نعرف الـ URT؟ نخلي نفس التعريفات اللي موجودة هنا. أو نحط بدالة مستقلة config. هنا نسوي الدالة UART config، نسوي تعريفات الـ UART. حطينا معدل نقل بيانات 9600، بعدين ننتظر شوية عشان نضمن انه يتم تعريف الـ URT. عند الـ URT 1 في الماك كنترولر في البن، عند الـ TX في الـ بن 25 اللي هو C6، والـ RX في الـ بن 26 C7. هنا عندي التوسيط، قلنا طبعا هذا راح يحاكي لي منفذ ال RS232 فالحاسوب عندي، فأول ما نوصله بنفس التوصيلات الموجودة عندي فكذا راح كأني وصلت المتحكم بالكمبيوتر عندي في المحاكاة، وهذا راح يساعدني على إني أراقب البيانات اللي يتم تبادلها عن طريق السيريال كوميونيكيشن. طبعا نحط نفس السرعة، نجي نغير هذا الكلام نحط 9600، أو نخلي نفس ما هو 576.0. تأكد من السرعة نفسها، لابد أن تكون كلها مطابقة. المرسل المستقبل لابد أن يكون نفس معدل نقل البيانات. نعد الكومن، فلو اجي اسوي اكيد بيكون في ايرور، الايرور راح يقول لي نفس الخطا اللي قبل انه مو موجود عندي، يعني ما استدعيت اللايبرري حق اليو ار تي. نروح اللايبرري مانجر، وين اليو ار تي؟ اجي اسوي بيض، خلاص نجي نسوي التست لليو ار تي. يو ار تي 1 رايت تكست، ننسخ نفس هذا الكلام. اوكي، هاي تكست، نحط سطر جديد عشان نقدر نقرأ البيانات اللي في الترمينال. كوبي، نحط لب 2، ننزل هنا نحط لب 3. اوكي، سو بيلد. طبعا هنا لابد ان نفعل ال virtual terminal عشان نشوف تبادل البيانات في الديباج عندي. عندنا تلاحظون في ال LCD ايضا في ال virtual terminal. اوكي،
فالحين الآن راح نسوي التعريفات عشان نعرف الـ URT Interrupt. طبعا باختصار زي ما قلنا الـ URT Interrupt راح يسمح لي أني أستقبل بيانات عن طريق المقاطعات، اللي زي ما قلنا راح تفيدني أني أقدر أسوي معالجة البيانات واستقبل بيانات بحيث أن الماك كنترول يكون مشغول في تأدية أي مهام ثانية. فلو نيجي نفتح، طبعا كل شيء موجود في الداتا شيت، الريجسترز وغيره اللي راح تفيدنا في أن نسوي تهيئة أو إذا بغينا التعليمات حق الـ URT. فلو نيجي نفتح الداتا شيت، أول شيء نروح نفعل مقاطعة الـ RX اللي هي راح تسمح لي، طبعا الـ RX هو القطب حق الاستقبال في الـ URT عندي هنا. الـ RX الـ RX Interrupt باختصار كل ما يجيني بيانات أو يعني بايت، كل ما يجيني بايت حرف، كل ما يجيني بايت في البفر عن طريق الـ RX راح تحدث عندي مقاطعة. فأنا باختصار وش راح أسوي، كل ما يجيني بايت راح أروح المقاطعة وأخزن البيانات. طبعا البيانات راح تجيني بشكل مستمر فلا بد أن يكون عندي مصفوفة، فأروح على الـ RX Buffer في كل مقاطعة أخزن البيانات وأحطها عندي، بعدين أسوي معالج البيانات في المين لوب. أوكي، فنحن لابد أن نعلم المايكرو كنترولر راح نستخدم الـ RX Interrupt. فلو نجي نبحث عن الانتربت انيبل حق ال RX، نجي نسوي بحث، طبعا هو في الانتربت انيبل اسم المسجل بي اي اي Buffer Interrupt Enable، هذا هو. لو تلاحظون عندي في المسجل PIE1، لو ننزل تحت نقرأ، طبعا هذه الأشياء الثانية اللي هو Parallel Port، وعندي الـ ADC كونفرتر، هذه مقاطعات الـ ADC وغيرها. نحن نروح لل Received Interrupt Enable بت حق الـ RX Interrupt. اوكي، ف عشان نسوي تفعيل للقطب اللي هو الـ RCIE اللي هو قلنا الـ RX Interrupt، فنروح أول شيء للـ Register PIE1، register peripheral interrupt enable register، فهذا المسجل عند البت الخامس اللي هو RCIE. فنحن وش نسوي، نجي عند هنا نسوي PIE، قلنا رقمه 1 دوت اي بت منه، طبعا موجودين هنا عندي في الهيلب، ولكن احنا شفنا الاسم اللي هو RCIE. RCIE عندي اذا سويته بواحد راح يسوي لي، راح يسوي لي تفعيل مقاطعة الـ RX. واحد طبعا ديسيبل، نحن نخليه بواحد، نكتب هنا في الكومنت انيبل Interrupt. بعدين نفعل الـ Peripheral Interrupt. طبعا بعد ما فعلنا هذا ما يحتاج إلا أن نفعل بالنسبة للـ Configuration، طبعا نفعل الـ Global Interrupt. نسوي Search
هاي انتكم، طبعا انتكم ريجستر زي ما شفنا يكون في اللي هو الجلوبال انتربت اللي راح يسمع لي افعل او الغي جميع المقاطعات. هذه الانتكم ريجستر نحن راح ناخذ البتين اللي هو البت 7 راح يفعل لي جميع المقاطعات جلوبال انتربت انتربت انيبل بت، وعندي اللي هو بي اي 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 بريفر انتربت. اي 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 بت نفسه طب واحد هذا راح يفعل لي البروفايل انتربت. بعدين عندي الجلوبال انتربت كذا سويت التعريفات حق ال UART interrupt. طبعا هنا لأن راح نستخدم اللي هو ال UART interrupt ما راح نستخدم مقاطعات ثانية، يمكن بعدين نستخدم التايمرات وغيره، فعشان كذا حطيت ال peripheral وال global interrupt نفس الفانكشن. أما إذا كنا بنستخدم تايمرات وغيره من المقاطعات فيفضل إن نستخدم ال global interrupt بعد كل كونفيجريشن. يعني مثلا سويت كونفيجريشن حق ال UART interrupt، بعدين يكون عندي مثلا ال capture interrupt، بعدين يكون عندي ال ADC interrupt و SPI interrupt، بعدين افعل ال global interrupt او ال peripheral interrupt هذه البتين. ولكن احنا هنا ما عندنا الا ال UART فانا حطيت في نفس الفانكشن. حط هنا كومنت ما في خطأ فكده سوينا الكونفيجريشن حق ال UART interrupt. هنا نحط كومنت فنجي لابد ان نسوي برنامج خدمة المقاطعات اللي راح اسوي فيه بروسس اذا جتني البيانات. عندي في ال 8 بت بيك مايكرو كنترولر في المايكرو سي اقدر ان استخدم دالة واحدة اسوي فيها بروسس لجميع المقاطعات، بحيث ان اول ما تجيني مقاطعة في المايكرو كنترولر راح يتوجه لها لبرنامج خدمة المقاطعة اللي هو بيكون عندي جنرال فانكشن لخدمة المقاطعات. فكيف راح اميز بين كل مقاطعة؟ فراح اعتمد على الفلاج، لان كل مقاطعة نحن نعرف ان فيها فلاج، فانا اشيك الفلاج حق ال RX interrupt اذا كان بواحد يعني انه جات عندي مقاطع فاسوي بروسس للداتا. اوكي طبعا يختلف عن متحكمات 32 بت، فاقدر في كل مقاطعة يعني في كل انتربت يكون عندي انتربت هاندلر مختلف. هنا عندي اقدر اسوي فانكشن واحد اسميه انتربت وايد انتربت، اي اس ار انتربت سيرفيس روتين. اول شيء عندي لازم اشيك الفلاج. طبعا عندي اذا كنت ابى اشوف اعلام المقاطعات لازم اروح لل بي اي ار ريجستر. فلو اجي عندي في الاندكس
ار، في ار ريجستر عندي هنا راح يعلمني على مقاطعات. طبعا انا عندي اللي هو اليو ار تي انتربت، هنا عندي بي اي ار واحد، نبحث عن مقاطعة ال ار سي اي اف. هذا لما البفر يكون عندي فل، يعني في يعني اذا جاني بايت ف الار اكس بفر راح تصير عندي مقاطعة، يعني هذا البت راح يكون بواحد، فانا لابد اني اشيك هذا البت اللي هو بي اي ار واحد دوت ار سي اي اف. اذا كان بزيرو طبعا اسوي زيرو، اذا حطيته بزيرو راح اسوي راح اسوي ريست للفلاج نفسه. فانا اجي هنا اشيك اف، قلنا بيكون في البي اي ار 1 دوت ار سي اي اف. إذا كان بواحد يعني عندي مقاطعة. هنا داخل الـ if statement راح أسوي جميع الأوامر اللي أبيها إذا جت عندي البيانات في الـ UART. أول شيء لا ننسى طبعا بصفر الفلاج، لأن إذا ما صفرنا الفلاج ما راح يدخل ثاني مرة، كل ما نشيك بيكون بواحد لأنه ما صفرناه. ريسيت فلاج. فهنا عندي وش راح اسوي، اذا جتني بيانات راح يعني راح اسوي برنامج. خلنا نشوف المثال هنا عندهم، اذا عندي بيانات اقرا هذه البيانات وبعدين راح اعرضها عن طريق اليورتي. اوكي بسوي نفس هذا، نفس هذا التطبيق عندي، ولكن بالانتربت. اول ما يكون عندي بيانات اقرا هذه البيانات في متغير بعدين اعرضها في الترمينال. فاسوي اول شيء متغير، طبعا قلنا في كل بايت راح يكون عندي مقاطعه، يعني انه راح يكون طول البيانات اللي راح تجيني بايت، كل مره بايت. نحط كار حط اي اسم، اي اسم TMP يساوي UART one read. طبعا نسوي read لانه راح يقرا بايت، ما يصير نسوي read text. one read بعدين UART one write byte اللي هو نفس البت اللي استقبلناه، نفس البايت عفوا. اذا عندي مقاطعة يعني عندي بيانات في الـ RX buffer وش راح اسوي؟ عندي بايت متحول راح يقرا لي محتوى البفر اللي هو البيانات، بعدين عندي راح اعرض هذه البيانات اللي قريتها، بعدين راح اصفر الفلاج بحيث اني اسوي بروسس للمقاطعه اللي جتني مقاطعه بعدها. يعني
فكده عندنا تلاحظون في المين فانكشن ما عندي اي شيء في اليو ار تي، لانه قلنا البروسيس راح يكون في الباك جراوند. هنا اقدر اسوي اي شيء ابي انا في المين لوب. فلو اجي افتح اي برنامج عشان اربط بين المتحكم، ونفترض ان عندي جهاز تاني ارسل فيه البيانات بس عشان اجرب تبادل البيانات، نحط اللي هو Virtual Serial Port Emulator عشان اربط المايك كنترولر بجهاز تاني. هنا عندي راح اسوي محاكاة بين الكوم 1 والكوم 2. نمسح هذا الشيء، راح اسوي جهاز جديد، نسوي بير الكوم 1 اللي هو المايكرو كنترولر عندي، والكوم 2 راح استخدم فيه برنامج تاني عشان اقدر اشوف فيه تبادل البيانات، زي او مثلا هايبر تيرمينال او دوك لايت او باتي. انا راح استخدم برنامج الباتي نفس اللي استخدمناه في التطبيقات السابقه. عندي كوم 1 كوم 2، اوكي متأكد عندي المايكرو كنترول راح يكون في الكومون. اوكي افتح برنامج الباتي، نحط سيريال السرعة تكون نفسها، يكون في الكوم 2 لان المايكرو كنترول قلنا بيكون في الكومون. واجي اكتب اي شيء هنا، ما يطلع عندي اي شيء. نجي نشوف تحت، عندنا هنا خطأ اللي هو re entrance is not allowed. طبعا هذا الشيء فعندي في المتحكمات ال 8 بت ما راح يسمح لي انه اسوي استدعي اي داله ثانيه في برنامج خدمه المقاطعات، فعشان كذا ما راح يتعامل مع اي داله ثانيه خارج الانترب سيرفيس روتين. نرجع للانترب عشان نشرح هذا الكلام. انا عندي هنا عندي طبعا المين لوب، عندي مايكرو كنترول بشكل طبيعي راح يسوي بروسيس الانستركشن اللي موجود عندي في الانفينيت لوب. حلو، اول ما تجيني المقاطعه راح يطلع يروح لل انترب سيرفيس روتين عشان يسوي بروسيس المقاطعه. فانا عندي هنا طبعا في المتحكمات 32 بت يختلف هذا الكلام، متحكمات ارم وهذه الاشياء جربت يعني تشتغل، اقدر اطلع من برنامج خدمه المقاطعه اسوي بروسيس لاي داله ثانيه واستدعيها. اوكي يعني يسمح لي ان استدعي دوال ثانيه في برنامج خدمه المقاطعه. هنا عندي في ال 8 بت مايك كنترولر كل ما استدعي دالة يجيني ايرور، ما يعني يقول لي انه غير مسموح اني استدعي دالة ثانية واطلع من برنامج خدمة المقاطعة. فنحن كيف نتفادى هذه المشكلة؟ عندنا طريقتين، اما ان نسوي بس فلاج، يعني مثلا اذا جتني المقاطعة اسوي لي مثلا فلاج معين هنا، مثلا فلاج يساوي بواحد، بعدين اجي هنا عندي في المين لوب اقول اف لاج يساوي 1، بعدين ابدا اسوي الاشياء اللي ابيها. ولكن انا ما افضل هذه الطريقه، فنحاول نسوي بروسس بالطريقه الثانيه عن طريق الريجستر نفسه. فنحن لو نرجع لورا، الخطأ عندي هنا وش هو؟ اوكي ما في مشكلة انه يكون عندي متحول يساوي، ولكن المشكلة هنا انه عشان يسوي بروسس ويقرأ البيانات لابد انه يستدعي مكتبة الـ UART اللي موجودة في المايكرو سي لايبرري، يعني لابد انه يطلع ويدخل فانكشن ثانية خارج الـ Interrupt Service Routine. طبعا هذه الدالة راح تتأخر وتسوي بروسس كل شيء لين ما ترجع البيانات، ومن ثم راح يرجع ثاني مرة
الانتربت سيرفيس روتين. فهذا الكلام غير مسموح عندي هنا في الـ 8 بت بيك مايكرو كنترولر. فنحن ما راح نستخدم مكتبة المايكرو سي، راح نستخدم راح نتحكم بالريجستر مباشرة حق الـ URT buffer. فكذا ما راح اضطر ان اطلع واسوي واستدعي دال عشان تقرا لي البيانات الموجوده في البفر ثم ترجع لي البيانات. ونحن بنفسنا راح نبني هذا الشيء. فلو طبعا هذا الكلام كله موجود زي ما قلت في الداتا شيت، كل ها اللي قاعد نقوله موجود في الداتا شيت. هو في النهايه اصلا المكتبات حق المايكرو سي وغيره من الكومبايلرز اللي تساعد اني اكتب اكواد المايكرو كنترولر، هي في النهايه يعني اشياء تكون وسيطه بيني وبين الريجستر حق المايكرو كنترولر، بحيث انها تتحكم في الريجستر وتختصر عليه هذه الاشياء. فنحن مباشره نكتب على الريجستر ويطلع لي البيانات، او ان نقرا محتوى المسجل نفسه بدون ما نستخدم يعني مكتبه تكون وسيطه في هذا الشيء. فنحن نمسح هذا الكلام او نحط كومنت. فلو نروح في المايكرو كنترول ونشوف اللي هو نشوف البفر نفسه اللي تجي فيه البيانات اول ما تحصل مقاطعه. فلو نجي نكتب هنا عندي في السيرش ار سي، طبعا احنا استخدمنا مقاطعه ار سي ار سي، فلا لو اجي اكتب هنا ار سي ريجستر ريج، هذا هذا راح يكون في البيانات اللي راح تجيني. طبعا يقول لك المقاطعه راح تحصل عندي بواحد، طبعا هذا علم المقاطعه اللي شفناه قبل شوي ار سي اي اف في البي اي ار 1. يقول لك اذا ار سي ريجستر از فول راح تجيني المقاطعه. فنحن نعرف من هذا من هذا الكلام ان البيانات اللي راح تجيني راح تكون في هذا الريجستر. فانا ليش استخدم داله ثانيه من مكتبه المايكرو سي او اي مكتبه ثانيه بحيث ان تسوي لي بروسس لهذا الريجستر؟ انا باختصار اقرا محتوى هذا الريجستر. فاجي اسوي كوبي فكذا انا قرأت محتوى هذا المسجل. نفس الشيء اذا كنت بكتب واستخدم اي مكتبة راح يطلع من الانتربت سيرفيس روتين ويستدعي هذه الدالة ويكتب لي في محتوى الريجستر. احنا ناخذ الريجستر اللي يكون فيه الارسال، طبعا بيكون عندي ريجستر لل ار اكس اللي يستقبل بيانات واللي يرسل بيانات تي اكس. فنفس هذا الشيء عندي التي اكس ريجستر راح اسوي فيه البيانات اللي بكتبها. فنحن وش نبغى نكتب؟ نبغى نعرض في التيرمينال البيانات اللي استقبلناها. باختصار عندي اول ما تجيني المقاطعه راح اقرا محتوى هذا المسجل اللي هو فيه البيانات البفر، بعدين راح اكتب في هذا الريجستر البيانات اللي استقبلتها. يعني كاني قاعد اسوي يو ار تي رايت، يعني ارسل لي البيانات اللي استقبلتها. فلو نجي في الداتا شيت ايضا هذا الريجستر نلاقيه في الداتا شيت مباشرة تحت البفر حق الاستقبال. وهنا قلنا كاني سويت يو ار تي
رايت البيانات اللي استقبلتها يعني عرضها عند الترم. هنا راح اسوي مصفوفة بخزن فيها، طبعا هذا قلنا راح يخزن لي بس بايت واحد، فانا بسوي مصفوفة اني اخزن جميع البيانات. يعني مثلا لو ارسلت حرف راح يكون هنا، لو يجيني الحرف الثاني راح يمسح الحرف القديم ويسوي حرف جديد، فكذا فقدت البيانات السابقة، فلا بد ان يكون عندي مصفوفة اخزن فيها البيانات. فراح نحط بعض المتغيرات اللي راح تفيدني في الـ UART Interrupt. نحط مصفوفة نسميها الاكس بافر، هذا راح احط فيها جميع البيانات، حط اي سايز، انا حطيت 50. هنا عندي متغير هذا راح يعلمني اذا تم استقبال بيانات، يعني اذا كانت البيانات عندي جاهزة بحيث اني انسخها واسوي فيها اي امر احتاجه، ف يعني كأنه فلاج هذا المتغير عندي راح يعلمني ان البيانات عندي جاهزه. بعدين عندي راح اسوي متغير راح احسب فيه طول البيانات، لان كنا البيانات راح نخزنها في مصفوفة عندي، فبسوي لي متغير عشان يحسب لي عدد البيانات اللي تم استقبال، عدد الكاركترات يعني كل بايت. بعدين عندي راح اسوي طريقة اتعرف فيها اذا يعني جاء عندي سطر جديد في استقبال البيانات، لان احيانا اذا ارسلت امر معين عندي في الترمينال ضغطت انتر فبيجي عندي سطر جديد، ف إذا تم يعني إذا استقبلت سطر جديد أو كارج ريتون أبي أتعرف عليه عندي في الـ UART Interrupt عشان أقدر يعني أعالج البيانات وأعرف إن يعني نزل عندي سطر جديد. وأيضا راح يفيدني إذا كنت برسل أوامر عشان تكون عندي يعني لما أعرض البيانات تكون عندي مرتبة، فلا بد إن أرسل أمر اللي هو لاين فيد. ففي الديفاين عندي نقدر نختار اي اسم، مثلا نكتب نيو لاين، او ان انا اختصار راح اكتب كارج ريتون باختصر بالسي ار، هذا اسم من عندي. بعدين السي ار عندي معرف عنده كود اللي هو 0x0d بالهكسا ديسمال. طبعا شفنا هذا الكلام في مواضيع الـ URT، اذكر ان استخدمنا فيه. لو نيجي في الهلب عندي هنا نلاقي في مكتبة الـ UART، لو تلاحظون هنا عندي اول ما ارسل رسالة اللي هو الستارت، بعدين عندي سي ار ولاين فيد، طبعا بالديسيمال 10 للسي ار واللاين فيد 13. فنحن لو نبي نتاكد من هذا الكلام نجي نحط الكونفرتر، هذا بالديسيمال مثلا 10 طبعا هذا
عفوا هذا لللاين فيد. السي ار اللي هو 13 سيرة دي فعلا 13 بالهكسا ديسيمال. عندي قلنا اللاين فيد راح يكون اي زيرو 10، او نقدر نحط 10 بالديسيمال 0 اي، لا ننسى 0 اكس لانه هكسا ديسيمال. فقلنا باختصار هذا راح تعلمني اذا في كاري جيتر او لاين فيد، وهذا راح اخزن فيه البيانات. اول ما تجيني، اول ما يجيني بايت راح اخزنه هنا مؤقتا، بعدين هنا عندي في المصفوفة راح اخزن فيه جميع البيانات اللي استقبلتها، وهذا راح استخدمه كفلاج انه يعلمني اذا تم، يعني تم استقبال البيانات ام لا، وهذا راح يحسب لي طول البيانات اللي راح تكون عندي في الليست او في الاري اللي راح اخزن فيه البيانات. فكده عندي هذه المتغيرات اللي راح استخدمها في التعامل مع اليو ار تي داتا. فبقى كده ننزل للانتربت سيرفيس روتين ونكمل عندي استقبال البيانات كيف راح يكون. فعندي هنا اول شيء راح اشوف اذا عندي اذا استقبلت يعني اللاين فيد وش راح اسوي. راح اكتب اللي هو الكارج ريتون واللاين فيد. فاذا كان عندي اللي هو التم قلنا راح يخزن لي البايت اللي راح استقبله. فاذا كان البايت عندي يعني اذا المستخدم حط كارج ريتون او ان عندي اللي هو سطر جديد، فهنا عندي اسوي الاوامر اللي ابيها. فكذا كأني اقول ان اذا المستخدم مثلا كتب LED يساوي on، اوكي بعدين ضغط انتر يعني نزل سطر جديد، فانا لابد اني اشيك عن طريق هذه الاوامر، اوكي. او اذا ارسلت عن طريق تكست ما اضغط انتر، بس ارسلت مثلا عن طريق اي برنامج تاني يتخاطب مع الماك كنترول عن طريق السيريال، فارسل اذا ارسلت الكارج ريتون اللي هي سلاش ار فعندي راح يسوي الاوامر الموجوده هنا. فانا حطيت اور لاين فيد سلاش ان، فكده انا اختصرت على نفسي، لان بعض التكست تجيني فيها كارج ريتون وبعضها تجيني لاين فيد، فعلى حسب. فانا حطيت الاثنين، اريح بالي احط اذا كان عندي سي ار او لاين فيد. فعندي هنا وش راح اسوي في الاف، طبعا هنا ابى اوضح الامر اللي راح اسويه. فراح اعرض في التيرمينال عندي اسوي سطر جديد انزل تحت. طبعا قلنا ما راح نقدر نستخدم اليو ار تي رايت لانه ما راح يسمح لنا نطلع من الانترنت سيرفيس روتين، فنكتب في الريجستر مباشرة، نسوي كوبي هنا. طبعا هنا عندي العكس عشان لا نتلخبط، اذا استقبلت سطر جديد راح اطلع هذا الشيء في التيرمينال عندي، اوكي. فهنا لابد ان نكتب ايش سي ار لاين فيد. طبعا راح اشوف هذا الكلام، راح اسوي عليه تطبيق في
في البرنامج عشان شفت تبادل البيانات. بعدين انا عندي شوف RX كذا، اذا يعني نزلت سطر جديد فايش راح اسوي؟ راح اخذ البيانات كلها اللي موجودة عندي في هذا اللاين وحطها في ليست عندي في الاري. فاذا المستخدم يعني نزل سطر جديد فانا راح انهي استقبال البيانات في هذه المصفوفة، بحيث انه راح يكون عندي التكست 1، بعدين ارجع من جديد اصفر المصفوفة وابدا اخزن من جديد. يعني باختصار نهاية استقبال عندي راح يكون ان السطر الجديد اللي حطه المستخدم. فانا عندي هنا ايش راح اسوي؟ اركس باف قلنا اللي بيخزن لي البيانات، قلنا داتا لين راح يكون الاندكس حق الاري اللي راح يحسب لي طول البيانات، هذا الاندكس اللي راح يتنقل في عناصر مصفوفه حق البفر. وش راح اسوي؟ طبعا راح ازيد الكاونتر تحت اللي هو الاندكس حق البفر نفسه، ولكن هنا راح يكون عندي راح يعني اتوقع انا في هذا الامر بانه وصل في اخر شيء عندي، يعني اخر حرف اللي هو الانتر، فانا ما يحتاج اني اعرض هذا الشيء، فراح احطه بنول اخر شيء. فكذا راح يكون عندي اخر حرف اللي هو سلاش زيرو نول. بعدين اذا استقبلت البيانات وخلت اخر حرف في السترينج عندي كنول، اقدر ان افعل الفلاج اللي قلنا راح يعلمني ان تم استقبال البيانات، يعني البيانات عندي جاهزة اني اعرضها واني اسوي اي امر به. طبعا هنا قلنا الداتا لنت اللي هو المتحول اللي راح يتنقل بين عناصر المصفوفة ويحسب لي جميع البايتات اللي استقبلتها في البفر عندي. فنحن قلنا اذا وصل اخر شيء راح نخليه نول. فنحن نتأكد احيانا يمكن المستخدم يعني ما يمكن يعني نستقبل بيانات ما يكون فيها يعني يعني بيانات كثيرة، فهمت؟ نستقبل في البفر عندي بيانات يمكن حرف واحد، فنحن على الأقل إذا كان عندي الاندكس واحد على الأقل يكون أكبر، يعني أكبر من زيرو واحد أو فوق، يعني أكبر من واحد، فنحط البيانات عندي في المصفوفة. هنسوي هذا الكلام هنا. فهنا عندي باختصار ارجع، اذا عندي سطر جديد واتاكد ان الاندكس عندي حق البفر اكبر من واحد، يعني على الاقل عندي بايت واحد، وش اسوي؟ انزل سطر جديد في الترمينال عندي، اعرض سطر جديد لأن خلاص كده استقبلت البيانات الموجودة في نفس السطر. حلو، أنا بنزل سطر جديد، بعدين إيش راح أسوي؟ راح أخلي آخر شيء وصل لي الإندكس في الليست عندي بنول، بعدين أفعل الفلاج، بعدين أقدر أجي في المين لوب أشيك الفلاج وأسوي الأوامر اللي أبيها. نحن لسه ما خلصنا، نكمل. طبعا هذا آخر شيء إذا يعني وصلت يعني خلاص يعني تم استقبال بيانات، وهنا بسوي بروسس. فهنا عندي اذا ما استقبلت يعني المستخدم لسه قاعد يدخل بيانات، لسه ما يعني ما ضغط انتر، ما نزل سطر جديد، يعني ما اكتمل عندي البيانات، فانا وش اسوي؟ لابد اني استمر في اني اخزن البيانات في هذه المصفوفه، ما اسوي النول، قلنا الا في النهايه اذا انتهى المستخدم. فانا عندي راح اسوي else الشرط الثاني الاف، يعني ان المستخدم كاني قاعد اقول للمستخدم لسه قاعد يعني يكتب، ما 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 انتهى من الكتابه.
ففي هذه الحالة راح نستمر استقبال البيانات. راح ال RX buffer، طبعا هنا عندي خطأ. RX buffer، X buffer الاندكس نفسه يساوي ال TMP اللي هو قلنا يخزن لي مؤقتا البايت اللي تم استقباله بالسيريال. طبعا لا ننسى نزيد الاندكس حق البفر. بس كده راح يخزن القيمة الحالية في الليست، بعدين راح يسوي ادفانس او انكرمنت للاندكس حق البفر، بحيث انه في المرة القادمة يحطه في النكست لوكيشن. بعدين كنا نصفر الفلاج. طبعا هذا الشيء راح يكون باستمرار في كل بايت استقبله. نسوي كومنت سي ار اور يو لاين. نيجي ناخذ هذا الشيء نحطه في دالة مستقلة. void نشوف في ايرور ما في اي ايرور. نيجي نرجع نشرح هذا الكلام بشكل سريع. قلنا هذه المتغيرات راح تساعدني في الانترب سيرفيس روتين حق اليو ار تي. اول شيء راح اسوي عن طريق الديفاين، بحيث ان ابى اعرف ان اذا جاني الكاريج ريتورن او لاين فيد. بعدين عندي مؤقتا راح اخزن البايت اللي راح استقبله في متحول، وانا عندي مصفوف راح تخزن لي جميع البيانات تسلسليا اللي راح استقبلها عن طريق السيريال. وهنا عندي هذا الفلاج راح يعلمني اذا تم استقبال البيانات، يعني البيانات عندي جاهزة للمعالجة. وبعدين عندي الاندكس حق المصفوف اللي راح اخزن فيه البيانات. هنا عندي الانترب سيرفيس روتين، اذا جتني مقاطعة نشيك عن طريق الفلاج. وش راح اسوي؟ راح مؤقتا راح اخزن البايت اللي استقبلته في هذا المتحول اللي هو تي ام بي، بعدين راح اعرض البيانات في الترمينال اللي عندي مباشرة. اول ما استقبل اعرضه عندي بحيث ان المستخدم يعني يلاحظ البيانات اللي استقبلتها. قلنا راح نكتب في هذا المسجل اللي هو تي اكس ريجستر. بعدين عندي اذا استقبلت، يعني اذا المستخدم عندي ضغط اللي هو الانتر او النيو لاين، فوش راح اسوي؟ راح اتاكد انه يكون عندي بيانات. بعدين راح انزل سطر جديد عندي في التيرمينال، بعدين راح اخلي اخر حرف اوقف فيه نول، بعدين افعل الفلاج. اما اذا المستخدم يعني ما اضغط عندي انتر او ما استقبلت الانتر من اي برنامج ثاني، يعني ما استقبلت امر نهاية الارسال، فكذا انا افهم انه يعني ما زال عندي يعني بيانات لازم اخزنها في المصفوفة. فهذا هو الشرط الثاني. وش راح اسوي؟ اروح المصفوفة واخزن فيه البيانات المؤقتة اللي راح تكون في التي ام بي متحول البايت، بعدين ازيد الاندكس حق الاري. ف
هذا عندي الكود كيف اقدر استقبل بيانات عن طريق السيريال باستخدام الانترنت. طبعا في الفيديو القادم راح نستخدم تطبيقات على هذا الكلام كله. طبعا هذا الفيديو يعني اعتذر طويل مرة، فراح نجرب هذه التطبيقات ان شاء الله على الكلام اللي سويناه في الفيديوهات القادمة. طبعا قلنا راح نبني على هذا الكود، راح يكون فيه تعديلات بسيطة جدا، ولكن راح يكون نفس هذا الكود اللي تشوفونه، راح نبني عليه ونزيد عليه التطبيقات اللي راح نسويها ان شاء الله.